انا برايي انه المساكنه لو انه انا ما عملتهاش انا ماني ضدها. هي فكرة مطروحة وفكرة إيجابية وليها نتائج إيجابية، إن الناس بيعرفوا بعض كويس قبل ما يرتبطوا بعقد زواج. بعض الناس بيكونوا كبروا وعاشوا في بيئات ترفض فكرة المساكنة، لذلك بالنسبة لهم الفكرة دي سيئة، ولكن أنا بشوف إن الرأي يناقش ولا يهاجم.